معروف عليهم انهم ما تيحنيوش الراس حتى لسيف الموت. تتقول لي الحكايه ان واحد فيهم كان طالع واحد الصباح لراس النهار راكب على عوا في طريقه، هو شاف غاب لعاب انتبه وشاف راسو غادي يخرج في عرش عند واحد الشجره، عوض يحني الراس ويدوز بقى هز راسو حتى ضربو الغوص وجابو طاير. هو اللي كان يتمنى يموت شي نهار بالفرحه مات بالفقطة. جريت وما مشاتش خاوي، هو على الاقل عمل عليا شكر وقال لي بيه. هو على الاقل اللي لقاه تيمد ليه نقطة المحبة من قلبه ولا قطرة الضوء من عينيه. هو بعدا كتب ولا كتب الكتابة محدورة ولا عيبة الكتابة كتبة. كانت مسرحيه فيها الي ابسورد، فيها سكون ابل ابسورد مي الي تري اكسبريسيف. الجميل فيها انها تتحدث عن هو وهو هذاك، هو حنا، هو ذاك الرجل المحتفى به، هو كل انسان، لان مسرحيه كتهضر على الانسان في حد ذاته ككيان كوجدان كاحساس. هذه بيضه فقصات فعش الكتابة، رجايا فيكم كاملين إلى حد تفريغها على كفكم خليوه يعزف محبته للأرض والسماء. صحابة صحابة غينا الكتابة. بغينا الكتابة اللي تاخذ بيدينا وتكون بينا. بغينا الكتابة اللي تورينا وجدنا في المرايا. بغينا الكتابة اللي تحفر فينا على طريق الجنة. أنا أعجبني هذا العرض المسرحي لأول مرة تشاهده مدينة تيزنيت، وأنا أحد أبناء تيزنيت معتز به وأفتخر به. والفرقة فعلا محترفة، قدمت عرضا شيقا صفق لها الجمهور المتنوع من كل فئات الأعمار، وتناول بالضبط موضوع حقوق الإنسان في المغرب، وتناول أيضا جزءا من سنوات التي يطلق عليها سنوات الجمر والرصاص. مسرحية هو بنيت عن سؤال: هل يمكن أن نؤسس لذاكرة جماعية بدون كتابة؟ وكانت هذه من ضمن أهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة اللي جات من مبادرة ملكية للتصالح مع ماضينا والذي كان معروف بسنوات الجمر والرصاص. والله يرحم كريسمس كريم. غنبداو بالفنانين، العمل شارك فيه مجموعة من الفنانين، فيه غنقدموا اللي ما يحضروش معنا. كلمات البداية، أغنية البداية بويا ابو الفنون، هي كلمات ولحن الفنان الكبير واحد الاصوات السبعينات المتميز محمد الدرعم. وكانت من اداء ممتلئ، راه كتجي عندكم هنا بزاف مع فرقه تنسيفس، الفنانه دنيا بوتازون. أغنية جروحي عفي هي للموسيقار الأستاذ عبد الفتاح القادي، وهو الذي أنجز موسيقى جينيريك مسلسل أوجع التراب. موسيقى الحال وغناء العرض هي للنجم والفنان عصامات مفتاح الخير. مسرحية هو عن ديوان كناش المعاش للسجال أستاذ إدريس المسناوي. السينوغرافيا للفنان التشكيلي محمد الشريفي. المحافظة العامة عزيز نسيم. إدارة الخشبة قيدوم المسرح الوطني محمد الخامس محمد الدغمي. الملابس نورة الصيف. مسرحيته هو كما لاحظتوا
هي ثلاثية ما بين كاتب وقلم وورقة. في دور الورقة الفنانة عليا جبور. إلا مشيتو راه تلقاو عندكم في الدار راه ياكلتهم في مسلسل وجع التراب، راه اليوم كيديروا خط الرجعة، خط الرجعة. أحد الممثلين المتميزين خريج المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، عرفتموه في مسلسل سيدي عبد الرحمن مجدوب، كان هو الصديق ديال الشباب ديال سيدي عبد الرحمن مجدوب، الفنان عادي اللوشكي. مسرحية هو هي من إعداد وإخراج وفي دور كاتب الفنان أحمد جواد. مازال الفقرة الأهم عندنا في هذا الحفل هو المحتفى به، المناضل الأستاذ عبد اللطيف وعمو، فليتفضل وله كلمة. واقع أنا بقدر ما أنني مسرور بافتتاحي معكم بهذه المسرحية، هو التي أوقفتنا من جديد في شوط لا أظنه سيطول، لأننا نحن في مسيرة نضالات هذا البلد العزيز استطاع أن يخطو أشواط وأشواط، فتوقيفنا هنا استدركنا أو ذكرتنا بعبر وتاريخ ومحن ونكبات وازدهار وأمل ونفحات الحب وثقة التي يزداد بنائها بين يدي هذا الجيل الجديد، جيل الرقميات، جيل الكمبيوتر، الجيل الذي له معنى آخر للكتابة وطريقة أخرى للفهم وقلم آخر وورقة أخرى، والمسرحية تحيلنا وتفتح هذا الأفق الكبير الواسع ليجعلنا نتأكد بأن الإنسان فعلا هو الكتابة. صدقوني سيداتي سادتي، إذا قلت لكم بأنني بقدر ما أنا فرح ومسرور ومستمتع معكم فإنني كذلك فوجئت بتواضع هذه المجموعة التي قدمت هذا العرض الرائع، تواضع لأنها تفتح الطريق وتشتغل وفق نظامها ومبادئها، تجعله في المسرح بالفعل أداة الإنسان. فالمسرح كنت وأنا في طريقي من المدينة هنا أفكر في علاقة المسرح بها.